سي حمادي صباح الخير. زين. توا كنا معاك في السوق وعملنا الدورة مع على أصحاب أرباب الطاولات، لقاو تذمر كبير برشا وإشكالية كبيرة برشا. اللي ما كانش ترى الموضوع. شنو الحلول اللي تنجم من سيرتو نقول أنا الأنية معناها اللي تنجم تتجاوز بها المرحلة، كيف كيف مستقبل القطاع هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه يوخر أكثر من اللي قاعد يقدم. صح بارك الله فيك سيدي. الوضعيه الحاليه تشوف انت في كميات البضاعه اللي تدخل اسواق الجمله قاعده تزيد وتنقص، كل نهار تزيد تنقص الكميات، تنقص برشا ويتعدى على المسالك الغير قانونيه، معناها المسالك الموازيه. هذا الاشكال المطروح. الاسباب عديده، لكن الفتره هذه مثلا ثم التسعيرة هي تقلق الفلاح رواة السوق، يتقلق من التسعيرة باعتبار يقول لك أنا وقت الإنتاج نجم نبيعه بأكثر، تجي تحدد السعر هذاك ونهار اللي يطيح السوق السعر نتاعو يطيح أقل من التكلفة ما لقاش شكون يعاوني. احنا الوقت الحاضر نعرفوا البطاطا تقريبا، مادة البطاطا هي عنصر رئيسي للسوق، هي معناها الكميات كلها تتحدد، لكن ثم ماده من ركيزه من ركائز الكميات اللي تدخل السوق هي ماده البطاطا، مسعر تو ب 1200 الانتاج الجديد اللي تو يطلع من المزارع بدينار و 200. احنا عندنا كميات موجوده في المخازن التبريد اللي يجم تدخلهم وتخليها عرض وطلب. عرض وطلب بالنسبه للبطاطا ككل، ثم الماده المخزونه تاخذ العرض وطلب تتباع ب 12 ولا بدينار ولا ب 13 ولا حتى ب 800 وب 500، ونفس الشيء بالنسبه للماده الجديده البطاطا اللي خارجه من ترابها تجم تتباع ب 12 وبدينار وب 13 وب 1400. وهنا القادم تاع العرض والطلب هي اللي مش تحدد السعر. احنا كل ما تجي تسعيره ولا ما يسمى بترشيد الاسعار الا ما يعمل ديزيكيليبر في الكميات داخل السوق، هذا الاشكال المطروح. الكميات ناقصه مش الفتره مش موسميه، تقريبا احنا نشوفه في السنوات الاخيره الكميات عمال تزيد تنقص اللي تدخل الاسواق الجمله. هنا عدة عوامل، أهمها هي التسعيرة من شيرة، اثنين هو جملة المعاليم المستخلصة في أسواق الجملة، راهو ضروري معناها مراجعة ودقة جملة المعاليم. احنا شوف بالنسبة للأسواق البلدية عندنا في الجمهورية عندنا 8 أسواق ذات مصلحة وطنية، سوق بير القصعة سير فيه الشركة التونسية لأسواق الجملة، اسمها الشركة التونسية لأسواق الجملة لكن هي تسير سوق برك. حبذا وكان الأسواق 7 أسواق ذات المصلحة الوطنية كملت تسيرهم السوتيماغ، وإلا البلديات مش معناها هم اللي يسيروا بطريقة مباشرة أسواق الجملة. في رأيي وفي رأي جل معناها المهنيين يقول لك التسيير ما يجمش يكون عن طريق البلدية مباشرة، يلزم يكون وكالة وإلا شركة خاصة تسير سوق الجملة، وهنا تتدخل فيش؟ تتدخل في التسيير، في التنظيف، في كل ما ينقص الأسواق الجملة مع المتابعة للكميات الواردة لسوق الجملة، وعندها وقتها تولي عندها آليات للرقابة البرة، وعندها آليات باش تمنع التجارة الموازية. كي يبدأ ثم تسير ذاتي لأسواق الجملة، معناها كل سوق عندها الهيكل نتاعها، عندها الإدارة، عندها جهاز تسير للسوق هذاك، عندها تولي إمكانياتها وعندها الآليات لتوفير الكميات اللازمة للسوق حسب الحاجيات. هنا هذا هو الاشكال، وهذا هو الطرح المفروض يصير باش نحلوا ازمه السيركوي باراليل هذا معناها التجاره الموازيه. مع الطاوله هذه على النقاش ونمشي ما مدى انصات او الحاجه البلديه للمثل اثنين الاطراف الاخرى للتجاره وين ماشي معك؟ كي كنا نشوف السعيكه يقول لك انا تحدد لي السوق
حددت السعر اللي تحدد الدوله، حد يقول لك تقتل السوق. هي في هذه صحيح، هو كل مره بتصير تحديد سعر معين الا ما السلعه تولي الدوزيام شوا وتروزيام شوا يمشي بهيك السعر هذاك، والكاليتي الباهيه ما عادش تدخل سوق الجمله، تولي تتعدى. علاش؟ هي السعر مثلا ماده معينه بدينار. علاش اللي ماشي يبيع يبيعها يدخلها سوق الجمله وتتقص 14 ولا 15%؟ باش يقبض هو 850 مليم في وقت اللي هو يلزم يبيعها بدينار ويقبضها الدينار كامله من غير معاليم. هذا هو ديفيرونس. هي شوف شو السعر اللي حد العرض والطلب. الاشكال وقت يبدا ما ثماش عرض، هذا هو الاشكال، ما ثماش عرض الاسعار ماشي تطلع. واسمعوا بصفه عامه، احنا نتكلموا على قفة المواطن ونحكيوا على الاسعار وكيفاش ترشيدها والكل، راهو هذا كله ما يصير كان بالعرض. اذا كان علاش الاسعار تطلع؟ اذا كان العرض ينقص الاسعار مش تطلع. دونك احنا في تفكيرنا يلزم نشوفوا ونركزوا على توفير البضاعه داخل السوق باش يعمل العرض يبدا موجود، والقاعده تتطبق بتاع العرض والطلب اللي تحدد السعر. ما تجمش انت تبدا العرض ناقص وتتكلم على العرض والطلب، ما تجمش وقتها اوتوماتيكمون الاسعار ماشي تطلع تولي اونهوس، معناها الاسعار تطلع برشا ويولي ثم غلاء وغلاء مشط. هنا الحل الجذري هو ايجاد البضاعه داخل السوق وتاخذها للقاعده نتاع العرض والطلب. هنا زاده يقول لك برشا التجار تفصيل وعندهم الحق، يقول لك احنا ما لقاوش السلعه الباهيه الممتازه هذيك الكاليتي السمحه ما لقاوهاش في سوق الجمله. علاش؟ هنا يقول لك القايل اخي فين مشات هي؟ هي مش قاعده تطيش، هي السلعه الباهيه هذيك قاعده تتباع وتتباع عند التجار، والتجار هذيا ما تتعداش عبر المسالك القانونيه، تتباع مباشره من الفريغو ولا مباشره من عند المزارع، معناها نقولوا احنا السواني تمشي طول للتجار التفصيل. ولا تمشي المساحات الكبرى، هذا جبنا تو المساحات الكبرى فيها اشكال كبير. يا اخي هذيك ما يطبقش عليهم القانون، ما فهمتش. يبيع من غير كيتونس هذاك؟ لا معناها يدخل على روحه السلعه واحد يعمل سونتر دشا ويعمل سونتر دشا ويعبي ويعبي كي يحبوا يزود ديريكتمون. اشكال كبير، او كم دو تون زون تون يراقبوهم يقول لهم ما عندكش توصيل، يعمل لهم محضر كذا. ماهوش سي با سا، الناس الكل تعرف اللي المساحات الكبرى ما هماش قاعدين يتزودوا اسواق الجمله. معنا مش قاعدين ياخذوا من مسالك التوزيع، معنا ديريكتمون يقص قصه مش هكا، ومش قص قصه مع الفلاح ديريكتمون يقص قصه. وهذا هي اشكال. عندنا اشكال نتاع الفريجوات اللي يبيع السلعه، يبيع السلعه من في الفريجو طول، وهذا كميه كبيره تقريبا 90% من اصحاب المخازن التبريد اللي عندهم الغلال، خاصه الغلال يتباعوا عبر المسالك الموازيه ويبعدوا عن المسالك القانونيه. عندنا الاشكال هذا، وعندنا الاشكال نتاع معناها مخزن التبريد، وعندنا اشكال نتاع المساحات الكبرى. المساحات الكبرى ما يتعداوش عبر المسالك القانونيه، تزويد عرض البضاعه نتاعهم تجي ما تجيش من الاصل. هذاك ياخذ من الفلاح ديريكت ممنوع باش بالضبط يحكي لك، والفلاح مش يعطي فاتوره. لا ما يعطيش فاتوره باش يبيع السيد. الفلاح ما يعطيش فاتوره، هذا حر يسعر كيما يحب. الفلاح جل مش جل، كلهم ما عندهمش حتى باتين اصلا، وهما معفى من الضرائب، فهمت. لكن الفلاح يلزم يتوجه لسوق الجمله باش يولي عنده فاتوره. هذوما الناس ياخذوا من عند الفلاح من غير فوتره شنو السعر، يحدوه يتفاهموا وياه معناها، فهمت. وكو معناها قد ما تزاد الكميه قد ما السعر يطيح. شكون الرابح؟ رابح المساحات الكبرى. رابح المساحات الكبرى، الفلاح ما نتوقعش. وشكون خاسر؟ خاسر المواطن. لا المستهلك، المستهلك ديما هو الخاسر وهو اللي يدفع الفاتوره. قعدنا ندوروا في سيركل. السيركل في شيء منافذ اللي احنا باش ننفسوا شويه. ديما نقول الشيء اللي يجي يطرح تو والشيء اللي تخدم على مرحله. هو تو يلزم تحرير الاسعار، معناها عدم التدخل. ما عادش تدخل اذا كان ثم ماده ناقصه نعملوا نوفروها طرق عديده. احنا تو ثم المنظومه نتاع المخازن التبريد اللي مربوطه بالتجاره. احنا نعرفوا اي مخزن تبريد تو يلزم مراقب بالتجاره، مراقب. وبالتالي الكميه هذيك كي تبدا سلعه مثلا ماده معينه ناقصه في سوق معين، اقرب مخزن تبريد ليه
تتصل للإدارة الجهوية للتجارة باش تدخل السلعة هذه كان السوق القريب ليه. مثلا أنا في سوق مثلا المكنين تم مخزن في المستير، مخزن تبريد، أقرب مخزن تبريد للمكنين يدخل السلعة. نفس الشيء بالنسبة للبيرقصة، نفس الشيء بالنسبة لسوق السلابس. هذا هو معناها هنا تعرفش معناها يلزم متابعة، متابعة الكميات داخل الأسواق، وهذا دور بصراحة دور التجارة اللي تقوم به، لكن عندها النقص في بتاتر الإمكانيات والإمكانيات المراقبة. لا ويلزم مباشرة معناها كي يبدأ ثم نقص اليوم غدوة الحي معناها نتجاوزوه النقص هذاك يبدا يتنحى، مش قد تكركر معناها جمعة و15 يوم وشهر وشهرين وثلاثة وما نفيقوش بحد شيء ديما هو الناقص لين يستانسوا بالتزويد اللاقانوني هذا نقولوا احنا الموازي. اليوم في الضرر كان ياخذوك السوق، سوق الجملة السقس، واش بالضرر كان صاحب الطاولة البلدية بيدها من ضرر؟ ما حركتش البلدية في المسألة؟ والله دونك مداخيلها تطيح، إذا نراو اليوم نسبيا كنا نراو من 60 ل 80%، معناها راهو ركيل كبير على مستوى مداخيل البلدية. هنا ثم إشكال والأخرين بداوا يفيقوا، معناها بداوا يشعروا به. هي المداخيل ما تنقص باعتبار الأسعار طلعت تتزاد. تقعد تتزاد الكم، احنا نشوف المعيار مش المداخيل، المعيار لا نحكي أنا كبلدية. أي كبلدية كيف كبلدية، أنت كيف تشوف 20 سنة التالي تدخل 100 معناها 105 ولا 104000 طن، 20 سنة التالي تدخل سوق الجملة 105000 طن، وتوا تهبط ل 80 و 85000 طن، تعرف معناها بعد 20 سنة مناطق الإنتاج تزادت، الاستهلاك تزاد، كل شيء تزاد، السكان تزادت، الاستهلاك تزاد، الكمية نتاع الواحد وثقافة الاستهلاك تزادت، والكميات تنقص. هنا نقطة استفهام، تجي تقول لي يا خويا المداخيل تزادت 10% ولا 5%. على حساب شنو؟ على حساب كما قلت لك الدفع المستهلك هو يغزر للرقم تزيد بالضبط، اما وما يهموش في السعر تزيد، لكن الكميات نقصت. ما كانش يقول لك ما يفيقش به الخلل في اللغه. اي وهذا هو لازم هذا هنا علاش علاش الارقام يلزمك الواحد يتفحصها ويرمي الرقم يركز على الارقام بالباهي في الكميات. انت كحمادي صاحب طاوله ايش تعطي للبلديه ولا ايش تعطي للدوله من مداخيل مثلا؟ على المربع ثم حاجه تتخذ البلديه كراء مساح كراء اسباس؟ لا مش انت عندك كل وكيل، كل وكيل عنده رقم معاملات يومي مثلا. معناها دونك البلديه تخلص على رقم معاملات، خليك عليك انت، انا مش عارف الفلاح. 5% من مداخيلك انت، رقم معاملات مش من مداخيلي، من رقم المعاملات. من رقم المعاملات معناها اليوم بعنا ب 10 ملايين 500 دينار للبلديه. اي نحكي لك انت كوكيل ابار اللي تخلصوا للدوله، تعطي حاجه للبلديه؟ ايوه اكيد. هناك المداخيل هذيك اليوم كونتر بارتي، هي المداخيل هذيك تحسها تعطي كفيل سيرفيس البلديه؟ شوف قدر الامكان، ومش كان السوق حسب امكانيتها اسواق البلديه، اسواق البلديه قدر الامكان، وديما ثم نقائص، اما يحاولوا كيفاش اي قدر الامكان. انا اليوم نعطي في ريكولت، انا تجيني بقدر الامكان في محطه في الشارع، اما اليوم انا في فضاء قاعد يحقق في ارقام بقطع نظر على وخر البضاعه نقصت البضاعه ما نقصتش، في الاخر يحقق في رقم مداخيل البلديه. أي. انا انت صاحب مشروع على قد ما تدخل بارفوا على قد ما تخرج، لانك يعني مش تخلي مشروعك ديما لايق ديما عنده منظر. ناخذ قهواجي عادي اليوم كي ما يدهنش كل مره مرتين في العام، وكي ما يبدلش بلاكته مره كل خمسه سنين، ما يستمرش النيفو كاليتي. اليوم انا الكاليتي اللي نراو فيها في السوق هذه متواجده تتوفر، ناقصه فيها موك فيها بروبليم، بنيه صحيحه ما ثمش قفه تقطر، ما ثمش سبلت ما نعرفش شنو. هذا اسكو موجود السيرفيس الحد الادنى موجود؟ لا الخلل هذا موجود، وموجود في الاسواق الكل وبدون استثناء. علاش؟ على خاطر البلديات تشوف الموارد الماليه اللي تدخلها من الاسواق مش اوتوماتيكمون ثم بورسنتاج تصرفهم على التحسين ولا الصيانه، مش بالكيفيه هذا. هيك علاش احنا نركزوا وناكدوا على ايجاد وسيله وكاله التصرف او ما نعرفش اداره ولا دبر راسك. هذا هو دبر راسك كما قلت باش يولي عنده الدخل الخارج، عنده ريكورد كما خرجت الامور. خاطر هم بالنسبه لي لهم البلديات الكل هذاك اسواق اللي عاملينها موارد ماليه تدخل، اي سولا امبورت بو، مش ندخل طن الاكس هذايا مش نحي منها 5% ولا 10% كل عام. لا مش معقول، لا ما عندهمش التفكير، او كل مره
طي شوكل القدس عشان ترميو كبير ما اكلش كان يصير شو معناته دونك نخلي انا فضى حتى بتتر ما نقولش انا توثق جمله شخص اسواق اخرى اسبوعي اليوم نخلي حتى يبرك ومن بعد نصرف عليه كونتي نتاع فلوس كبيره برشا هذا قاعد نشوفوه في اغلبيه المشاريع الكبرى على مستوى بلديات بصفه عامه اليوم يجم لك يعمل لك انترفونسيون نتاع 10 نتاع 3 4 مليار دوات وما يعملش لك الانترفونسيون نتاع 50 و40 و20 مليون كل عام باش ديما السوق هذاك يقعد في منظر السمح نخلي حتى ديجا يعيط وقت باش انا نعمل لك الانترفونسيون كبيره برشا واللي صارت على مستوى سوق الحوت باغ اكزومبل على مستوى اخرى نتذكر سوق الحوت متصرف عليه كان كي فرضوا علينا السوق الاوروبيه وقتها باش ندخل نعمل انترفونسيون غوصو باش وقتها صرفنا عليه كي تشوفوا يعمل احنا نعيشوا في مساله البطوار اليوم كي تشوف تاع صفاقس يحزن يهزك للقرون الوسطى يهزك للقرون الغابره واليوم الانترفونسيون فوزتو ديما نلقاو 10 ملايين 15 ملايين تاع كحان تاع واحد يصرح في البلاعه. وقت البرنامج عنده 30 سنه لاباتوار باش يكون. باش يبدا يكون باتوار عنده باتوار مشترك وك الرويق هذاك الناحيه الموبيل تاع 20 سنه. 30 سنه. 30 عام. يا الكوب تاع وقتها وقتاش اليوم تضرب تقريبا في العشرين. تتذكروا انا في ليزيتيد الاولانيه. الاشكاليه كلها الاشكاليه اول حاجه الاشكاليه اللي احنا طلبناها تختلف على غيرنا. انا حبينا نعملوا جملاج تاع مجموعه بلديات تعمل بلغه اخرى بطوار موحد. اثنين الحلمه ديما الساقس نحلم في احلام معناها مش قد امكانيات مش قد امكانيات الدوله. وقتها نحلموا بالبطوار اللي مش يعمل السوسيسون يعمل السلاميه ويذبح ويكشتي ويومبالي ويرحي ويعجن ويش الكل في الدوله وهي مش قادره تصير حتى مؤسستها في حد ذاتها. بالضبط وراه الحلم بالعكس هو مشروع وماذا بينا نحلموا لكن يلزم نحضروا اليات والسبل لتحقيق الحلم هذايا. وإذا كان ما نحلموش ما نجموش نشوفوا عندنا سبدا عندنا رؤية ما نحن حلمنا ديما نحلموا في السفاق لازم نكون واقعيين نخدمك من نماذج وقعنا اليوم هون عندنا عركة يا سيدي اليوم عندنا انترميديير قصاص باش يخرج لك من هنا ويخفف لك اثنين ما يجيبش على خط البحر الطلبة بتاعنا اليوم في السفاق يحبوا تونيل سوسوت تحت الماء كيلومتر وسبعمية وما نعملوش هذاك اللي مش حنا مبدعين اكزومبل مش نعملوش صقاله قاره وصقاله قاره ترجعني في العركه بتاع 20 سنه التالي 40 سنه التالي بتاع شط القرق ما كان نتذكرش اليوم يحبوا سوسون تحت القاش معناها وقفنا مشروع اللي خرج تو للمقاول في انتظار 200 سنه اخرين باش الدوله تقتنع ان تعمل التونيل تحت الارض اللي هو تقريبا حق كل فتره اربعه ولا خمسه طور برا احنا اللي يصير اللي شوف الحلول يكفي تعطيني حل ويطبق أنا ما يهمنيش، يهمني يتطبق، أما تعطيني حل اللي ما يتطبقش هذا هو الإشكال. وهذا اللي صاير. هذا هو الإشكال. نتحرموا من المشاريع. في الأخر نرجعوا نخدموا ناخذ أنا عندي إكزومبل تعدى على البلدية سامح برشا. وراك محمد جاموسي. أي. أنا نتذكر وأنا فرخ صغير. في مراك محمد جاموسي حضرت الاستشارات وقت على أساس الحلم بتاع البلد هذيا قبة فلكية وقت القبة الفلكية حتى مان في سوسة في تونس ما ثماش. ومعها دو تروا سيدي وقت بتاع فلسه وسيدي بتاع اداء وحاصيل البروجي دون لو طون 17 مليار قداش خدمناه؟ مليون و700 مليار و700 وزاره الثقافه صبتت بارتاح قالت لك 500 تحبوا تعملوا صفاقسيه دوما ب 17 مليار نعملها روحكم هاي 500 مليون 500 مليون قعدت في وسط البلديه اكثر من 15 سنه الفالور تاعها معناها تقريبا طاح لشطر كي جينا نعملوا الابليكاسيون شنو لقاو روحنا؟ لقاو روحنا عملنا مركب القاعة بتاعه طرشة بالشبابك البقعة تخش عليك ليسي مدرسة ابتدائية في الكونسيبت بتاعه وفي تركيبته اي بار كونتر احنا نستشرفوا كي تشوف النموذج بتاع التركيبة وقتها تقول الناس حلمها أكثر من اللازم ونظرتها الاستشرافية كبيرة برشا معناها في الأخر نطيحوا في ست مشاريع ما عندهم حتى معنى ما عندهم حتى قيمة اليوم نفس البروبليم اسكو اليوم هالبلدية هذه قادرة أنها تصير أسواق أسبوعية في الدرجة الأولى قادرة أسواق جملة حيكون بلي أسواق أسبوعية نفس الإشكال اليوم نقول لك حاجة سي رياض يكفي نقول لك جروب إلكتروجين ما عندناش معناها لو كان معناها يقص عليكم الضوء في المرشيدو جروب لو كان يقص الضوء ناخذ في الظلمة ناخذ في الظلام نستنى على الرابط ما فماش انا نحب ندخل الانفورماتيك لا ما نحبش ندخل اي لا لا جزئيات وما لا يلزمنا لا ما يصيرش وراي النقايص اليوم يلزمنا نتجاوزوها ويلزم تعرف هذايا لان في الاخر انا اخويا نعطيك في سيرفيس انا والله يا ولامس خلصك علي يا ولامس سمعت اللي تم فكره نتاع ايجاد حل لتسيير سوق الجمله وان شاء الله تتحقق سمعتها من اداره
الشؤون الاقتصادية اللي يمكن تصير شركة ولا وكالة باش تسير سوق الجملة. إن شاء الله الرؤية دي تتحقق. علاش هو علاش شو مش في الرؤية تتحقق وقت البلدية اليوم تفوت في الأسواق هذي بينسى الخواص في طول كل تقريبا الأسواق اللي عندنا في تونس كل باستثناء سوق الجملة سوق الحوت ولا الواحد الكل موجود عند الخواص الكل عند شكون عند مكاسة احنا نضيف شو مش لك تسيبها الشركة اي لا خير خاطر المكاس ما يهمو حد شيء يهمو كان الفلوس اللي يرمي في جيبو المرابيع هكا هو المكاس هكي هذا هو بالضبط هي في الاخر هو مكاس انا نسميه مكاس لكن هو يشرف على اداره السوق اي لكن احنا نحبوا لاهله السوق اي بالضبط قلت شو المانع انا وقت التاهيل انا اليوم انتم قداش من طاوله اليوم؟ 69 69 طاوله كنت تعمل شركه مونديل اي فهمت وتلقى حل في تفاصيل الفونت والبيع هذيك مشكلتكم الداخليه في التسيير أنا كل شركة تعطي نفر ولا تعطي شخص باش يكون يشرف على عملية تسير تاع الفضاء، نجم نلقاو 50,000 حل، خاطر نعرفوا راه أبار لي بروبليم تاعكم أنتم كطاولات، ثم 50,000 مشكلة على مستوى خدمات. أي. ونعرفوا إشكالية شركة خدمات في داخل المؤسسة، وعشت التجارب الشركات، ما كانش حتى نعاود نرجع لك أنا كيما حليتك باب التوس أنا نحلوا شركة، كيما نرجعوا باب أقوى تجارب الشركات في داخل السوق في حد ذاته، عندنا كارثة تعرف والتو تقريبا متحلش مشكلتها. اي صحيح صحيح لكن نسمع بالنسبه لسوق الجمله هيكل ذاتي يسير يتحرك فيه منافع كبيره بما فيهم المنافع والمردود المالي للبلديه اصلا معناها الناس الكل يلقاو سون كونت معناها طول الموند تروف سون كونت كل حد نتخيل كل واحد يلقى وش الدرجه تاع الصباح تعمل كيف؟ الواحد عنده شهيه اي بالحق حاسين يطولنا عليك في عمودي يعطيك الصحه وبارك الله فيكم.